وانت طريق ماشيه فيه بتتعبي فيه شويه اه، ويا اما تكبري في الطريق ده يعني، يا اما يبقى هو ده المجال بتاعك بعد كده وتكبري فيه وتعملي منه بيزنس كويس، او يا اما بقى التعب بتاعك اللي في المجال ده بيروح لحاجه ثانيه خالص او حاجه ثالثه خالص بقى. صح. طب انا مش هسالك انت خدت كام في اول، او اول مرتب كان كام؟ اه اول مرتب اخدته جبت بيه ايه؟ اشتريت بيه ايه؟ لا بتهزري. ايه بجد؟ اه انا فاكره انا جبت بيه ايه. طب جبت انت؟ انا مذاكره عندي. انت تقول لي انا اللي بسال. انا مش فاكر. اكيد مش هفتكر. مش هتفتكر اول مرتب. اصل الكلام ده كان 2007. طب اول مرتب خدته يعني في السنه. طب قولي انت الاول جبت ايه؟ جبت انت الاول؟ انا اول مرتب اخدته نزلت جبت يعني جزم على طول. اه انتوا الموضه والحاجات. اه عجب. انا بس انا فايسه مفيش معايا. انا دخلت يعني كان معايا مبلغ معين عجبني كذا وكذا فرحت جبتهم. انا قلت لك هقول انت بقى. لا انا فاكر بعض الحاجات اللي يمكن عملتها وانا واصحابي يعني، وكان من ضمنها برضو كان في زمان واحنا صغيرين كان الانديه كان بيبقى دايما فيها اماكن كده بيبيعوا فيها لعب اطفال والكلام ده، وكان من ضمنها في زي كور صغيره كده او حاجه شبه بالونه جواها ماده معينه بتعمليها كده تعمل نفس الشكل، بتعمليها كده تعمل نفس الشكل مش عارف ايه، وفيها عينين وشعر والكلام ده، وكانت بتتباع وقتها ب 25 جنيه فاكر كويس جدا ب 25 جنيه. اخذت واحده منها وروحت البيت انا عايز افهم ايه الماده اللي جواها، قطعتها وشفت الماده اللي جواها ما عرفتش الماده دي ايه، لقيتها ماده غريبه كده ما بقتش فاهم اعمل ايه، فجبت اقرب حاجه للماده دي وهي كانت الدقيق. اه وجبت القمع الصغير ده بتاع الميه والكلام ده حطيته جوه البالونه وجبت بالونات اشكال كتيره جدا وبقيت اجيب الدقيق واحطه جواها. انت عملت معمل تحاليل؟ اه لا وقصه كبيره خلي بالك، وبقيت اعمل منها اشكال كتيره جدا، وجبت بقى العينين والشعر اللي هو اللي كنت بلزقه كنت بجيبه من خيوط التريكو والزقه عليها، وعملت منها كميات غير طبيعيه، واخدت الكميات دي بقيت ببيعها انا بقى للناس الثانيه ب 10 جنيه الواحده. يعني انت دورت الفلوس بتاعتك او اول مرتب اخدته كده يعني اللي هو دوره راس المال. اه كنت صغير شويه يعني. اه وبعد كده الموضوع تطور بقى لحاجات ثانيه الحمد لله. بس يعني كان دايما الواحد ما بيسكتش يعني. بس فاروق مختلف يعني هو فكر بشكل عملي يعني في بيزنس اللي هو انا لازم ازود المرتب اللي انا اخدته مش زينا كده. هو ما كانش لسه في مرتب وقتها كنت بعمل حاجات بقى. بيزنس مان من صغره.